وننتقل الآن إلى بعض مختارات اخترناها من الصحف الصادرة والموزعة في بيروت وبعض المواقع الإلكترونية أيضا، وأبدأها من موقع أساس مع زميلة كريستال خوري التي كتبت تحت عنوان بري عن تحقيق المرفأ، العونيون هم المشكلة. كتبت كريستال: من الواضح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يستعجل فتح النار ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البطار، فالرئيس الثاني كان يعتقد أن هناك فرصة لا تزال سانحة لترتيب الوضع والفوضى القائمة في العدلية، لكن بعد مرور الوقت باتت الصورة جلية بالنسبة إليه. لم يعد الفريق العوني جزءا من الحل، لا بل هو جزء من الإشكالية، وهنا بيت القصيد. لا تزال تلك المحاولة في ذهن رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى اللحظة، وهو الذي خرج فجأة عن هدوئه المعتاد ليصف المحقق العدلي بالمتآمر في هجوم كان الأول والأعنف له من دون أن يوفر القاضي عبود من تصويبه المباشر. وتتابع كريستال: لا يتردد بري في استعادة شريط أحداث تلك المبادرة أمام من يلتقيهم، مؤكدا أن رئيس الحكومة كان جادا في محاولته حين تولى الاتصال برئيس مجلس القضاء الأعلى على مسمع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ليستوضح منه مدى قدرة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على تحقيق هذا الفصل وإعادة السياسيين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فطلب القاضي سهيل عبود من ميقات التواصل مع رئيس الجمهورية. عندها سلم ميقات هاتفه لرئيس الجمهورية الذي بدا حريصا على التأكد فقط من أن هذا المخرج لا يتنافى مع مقتضيات القانون. وعلى هذا الأساس انفض الاجتماع الثلاثي الذي خرج منه الرؤساء الثلاثة بانطباع أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ستتولى وضع حد للصراع السياسي الحاصل الذي يكاد يأخذ البلاد إلى مطارح خطيرة. إذن لا مكان للصلح، لا مبادرات ولا محاولات جدية للتخفيف من حدة التوتر، ولا يبدو أن الرئيس بري بصدد القيام بأي خطوة من شأنها أن تلبي مطلب الفريق العوني بعقد جلسات لمجلس الوزراء. في الأساس ميقات ليس متحمسا، وبالتالي لن يغير انعقاد مجلس الوزراء كثيرا في المشهد السياسي أو الاقتصادي، ولا يبدو أن الثنائية الشيعي أو رئيس الحكومة بصدد ملاقات الفريق العوني إلى نصف الطريق أقله في هذه الأيام. ومن أساس ننتقل إلى صحيفة نداء الوطن والزميل آلان سركيس الذي كتب تحت عنوان ميقاتي وفشت التروي في الاستقالة أو وقشت التروي في الاستقالة. بري ميقاتي إن أو يرى ميقاتي أن استمرار عمل الحكومة على ما هو عليه اليوم أفضل بمئة مرة من فرطها قبل الانتخابات النيابية، فوجود حكومة يعطي بعض الثقة، أي يبقى هناك أمل بمعاودة الاجتماعات. أما استقالة الوزراء الشيعة فتعني أن البلاد دخلت في أزمة سياسية وحكومية كبرى ستسرع من وتيرة التدهور الحاصل. ولا يستبعد البعض أن نكون أمام سيناريو شبيه بسيناريو 2006 عندما قرر الوزراء الشيعة الاعتكاف ومقاطعة جلسات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، في حين أن الظروف الحالية أصعب بكثير. ولا ينوي ميقاتي دخول في مواجهة مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بل يدعو رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى القيام بمبادرة تجاه حليفه حزب الله، لعل هذا الأمر يفتح ثغرة في جدار الأزمة. لكن ميقاتي يتروى في خياره لأنه يعتبره انتحاريا، وعندها تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال، ويفقد لبنان الحكومة رسميا تستطيع أو حكومة رسمية تستطيع التعامل مع المجتمع الدولي، ويبدو أن الفرج ليس بقريب إلا إذا حلت معجزة أو خفف الثنائي الشيعي من شروطه والتفت إلى معاناة الناس التي تغرق في الفقر والجوع. ولذلك يبقى ميقاتي بين نارين: نار إصرار رئيس الجمهورية ميشيل عون على دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بمن حضر، ونار حزب الله وحركة أمل الرافضين أي اجتماع للحكومة، وهو لا يزال عند موقفه الذي أعلنه من قصر بعبدة بعد لقاء مع عون: حكومة في بس مجلس وزراء ما في.
أما الأستاذ إبراهيم بيرم الزميل في صحيفة النهار فقد تناول موضوع زيارة خالد مشعل من حركة حماس إلى بيروت، وكتب تحت عنوان ما هي الحسابات التي أملت على حزب الله عدم لقاء مشعل. هل صحيح أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لم يتجاوب مع طلب وجهته إليه القيادة المركزية لحركة حماس لتحديد موعد لقاء بينه وبين مسؤول فروع الخارج في الحركة القيادي خالد مشعل أبو الوليد، على غرار اللقاء الذي كان عقده قبل أشهر مع رئيس المكتب السياسي للحركة والمقيم في غزة إسماعيل هنية؟ وفي المعلومات المتصلة بتفاصيل الزيارة أن قيادة الحركة في بيروت سعت إلى أخذ مواعيد لزيارات يقوم بها مشعل إلى قصر بعبدة، لكن أوساط الرئاسة الأولى ما لبثت أن اعتذرت عن عدم تحديد موعد، وكذلك فعلت أوساط الرئاسة الثانية في عين التينة ومكتب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. أما اعتذار قيادة حزب الله عن عدم تحديد موعد مع السيد نصر الله فإن له ملابسات وظروفا مختلفة، رغم حرص الحزب على علاقة دائمة مع الحركة وعلى ديمومة التنسيق معها. وأضاف بيرم بالفعل أبلغت قيادة حماس الأمانة العامة للحزب برغبة مشعل وهنية في زيارة لبنان ولقاء نصر الله، ولكن بعد بضعة أيام تبلغت قيادة الحركة جوابا سلبيا من قيادة الحزب فحواه اعتذار السيد نصر الله عن عدم لقاء مشعل، علما أنه كان التقى هنية علانية بين زيارتين له إلى بيروت وسط حفاوة من منصات إعلام الحزب بهذه الزيارة وأبعادها. وعلى الأثر كان موقف هنية لا مصلحة ولا ضرورة لهذه الزيارة لكي لا تحمل على محامل سلبية شتى، لكن مشعل أصر على إنجاز الزيارة في موعدها ولو وحيدا، وهذا ما حصل بالفعل. ويختم بيرم وقد كان كافيا بالنسبة إلى مشعل أن يزور المخيمات ويلتقي فاعلياتها وبعض الشخصيات والقوى لكي تكون زيارة ناجحة، غير أن ما شكل عنصر مفاجأة هو قبول رئيس الحكومة نجيب ميقات استقبال أبو الوليد في بيته كحل وسط بعد تمني قيادة الحركة أن تكون في السرايا الحكومية. والخبر الأخير معنا اليوم هو من صحيفة الأخبار لرجانة حمية تحت عنوان أسعار الأدوية غير المدعومة نحو التحرير. في المبدأ تنتهي مفعيل مؤشر الأسعار مع بداية العام المقبل، وإن كان ذلك لا يمنع الوزير أبيض من تجديده إن أراد، لكن على ما يبدو وبحسب المعطيات فإن الوزير الحالي لا ينوي تجديد هذا القرار، انطلاقا مما يلمسه من تململ لدى المستوردين الذين أعلنوا مرارا أنهم لن يتحملوا تلك 20% بعد الآن. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الوزير أبيض سيحرر سعر الأدوية غير المدعومة بالكامل، أي بتعبير آخر دولارتها، وهكذا يصدر المؤشر الأسبوعي كل اثنين بالسعر الرسمي للسوق السوداء، وهذا ليس تفصيلا عابرا، فسعر الدواء سيرتفع تلقائيا 20% بصرف النظر عن سعر صرف الدولار الأمريكي. بالأرقام يعني ذلك أن سعر قارورة البنادول للأطفال مثلا، والذي بدأ بالمؤشر بسعر 25,000 ثم انتقل لسعر 45,000 وقبل أيام إلى 88,000، سيصبح بعد مرحلة التحرر من القرار إلى 114,000 ليرة لبنانية وفق السعر الحالي للدولار والمرشح للارتفاع، وقص على ذلك. تتابع رجانة حمية يتخوف الصيادلة مما سيفعله المستوردون، إذ سيؤجلون الطلبيات إلى حين صدور المؤشر كي يبيعوا بالسعر الأعلى. إذن كانت هذه هي الصحف أو الجولة المقتصرة على الصحف لليوم.